حط 4 تمارين للموبيليتي للشولدر عشان تحسن هيك الشولدر، يصير زي المي يتحرك، ما يصير في طقطقة، ما يكون عماله بوجع، ما يكون عماله بيعلق. هذا التمرين بنقعد زي قاعدة الطاولة، برفع ايدي، خلي الثمب الابهام لفوق اللي هو راح يكون الدرايفر، راح يورجيني وين عمالها ايدي بتروح وترجع. راح الف كتفي على الاخر لورا، بدي احاول اجيب ايدي لعند بالضبط الابر باك، اوصل اعلى ما عندي في الظهر، وانا عمالي برجع راح الف بنفس الحركة. هلا ما بدك تلف من الجنب، بدك تلف من فوق على الاخر، يعني حاول انك تلف ايدك من فوق على الاخر. هذا التمرين اللي هو البسيط اللي ممكن ينعمل على الارض. شخصيا بفضل انه ينعمل بريزيستن باند بهاي الطريقة، اني امسك الريزيستن باند من وراء ظهري، ممكن اعمله على القاعدة وممكن اعمله على الواقف، اتس اوكي. راح تسحب تلف الريزيستن باند وراء ظهرك زي ما مبين مع عندك على الاخر للابر باك، وانا برجع عمالي برجع من وراء ومن فوق، ما عمالي برجع من الجنب. لاحظ انه كتفك اذا بلشت بريزيستن باند ثقيلة ما راح تمشي معك هذا التمرين، بلش ريزيستن باند خفيفة وحاول انك تلف لفة كاملة عشان يلف الكتف، تفتح صدرك على الاخر لفوق، تراجع بدك ترجع من وراء ومن بعيد وتطلع لفوق على الاخر. هلا التمرين اللي بعده، هذا تمرين بيسك اللي هو كات كاو ستريتش، برضه بعد قاعدة الطاولة، بس راح تستغربوا انه كمية ناس كثيرة ما بتعرف تعمله، فانا راح احطه مع هاي التمارين لاني بحبه، انا هذا بعمله يوميا بغض النظر عن التمرين اللي بعمله خلال النهار. تمرين بسيط بدون شرح كثير، راح تسحب بطنك بحركة دائرية لفوق، اوز ظهرك على الاخر وترجع تفتح بطنك على الاخر وترفع راسك لفوق. حاول انك تتخيل انك عمالك تعمل نص دائرة لفوق وبعدين نص دائرة لتحت، الرينج اللي بسمح لك روح فيه. هلا التمرين اللي بعده، هذا راح يشغلنا الكتف اللي انا حاطط ايدي فيه على الارض، وراح اعمل برضه موبيليتي للميد باك بالطريق، برضه تمرين كتير حلو. كتفك كمان راح يكون فوق الريست تقريبا، راح تمسك راسك تطلع لفوق على الاخر. هلا انا عندي موبيليتي منيحه في هذا التمرين في الميد باك، وعمالي بفتح على الاخر. اذا لقيت حالك اول مره لسه عمالك بتفتح ومش عماله ظهرك بيفتح مزبوط، يعني عمالك تفتح بس نص فتحه، اتس اوكي، شوي شوي راح تلاقي حالك عمالك ترفع لفوق وعمالك تفتح لفوق. اذا لقيت حالك عمالك تفتح نص فتحه، معناته برضه انه الموبيليتي المرونه في الميد باك في منتصف الظهر عندك مش كويسه كتير. اكتب لي بالكومنتس تحت، راح اعمل لك فيديو على هذا الموضوع. واخر تمرين راح نعمله اللي هو بالفوم رولر، هذا تمرين هو يعتبر ريهاب، انا متعلمه من فيزيوثيرابيست اللي اعطاني اياه. بتحط الفوم رولر بتبعد عنها شوي، بتبلش من عند تحت الريست، تمشي فيها على الاخر لقدام وبتحاول ترجع فيها بخط مستقيم، يعني الحركة عمالها بتيجي من عند اول الظهر والشولدر عندي، مش عمالها بتيجي من الايدين، فانا بس عمالي بعمل رول لقدام ولورا.